البركه دي عند البدوي يا اما عند الصديق. كاتب كاتب قصه يا رب يكتب عفريت. هو حمار بيكتب وحمار عامل له ايه انا؟ عند مين الحمد لله النهارده بعد كل انتظار تم افتتاح المنظومه القدس في محافظه المنيا وهتطبع على ثلاث مراحل، مركز وبندر المنيا وصمالون. النهارده انا شايف المواطن انه واخد العيش وهو في اشد انبساط، رغيف جميل، رغيف غير الاول، حاجه جوده عاليه. خمس ترغيفه نصيب الفرد بدل ما هو كان بيحصل على رغيف واحد، النهارده في اشد انبساط واحلى واحلى عيش. ده العيش بتاعنا بدل ما هو 100 جرام احنا بنطلعه 120 جرام عشان في تنافس دلوقتي ما بين اصحاب المخابز، فكل واحد بيطلع فنه وفكره في الرغيف. والنهارده احنا بدل الزحمه اللي كانت بتملى الشارع، النهارده كل واخد عيشه في يسر وسهوله. طبعا المخبز ده معدله 30,000 رغيف في 12 ساعه. طبعا المنظومه اشتغلت من الساعه 5 صباحا الى الساعه 5 بعد المغرب. طبعا المعدل بتاعه احنا شغالين شوال شوال على حسب المنظومه وعلى حسب الزبون اللي جاي علينا. طبعا احنا عندنا عجز هنا في الشغل بتاعنا، الكميه طالعه بس مفيش توزيع ليها. ليه؟ ان احنا كنا بنودي عزبه المصاص وعزبه شاهين وعزبه طه السلق، المعدل 14,000 رغيف كانت بتنزل العزبه. طبعا الوقت العيش تقدس عندي انا. فيه النهارده خمس ترغيفه ياخد على مدار الشهر، مثلا لو عايز يوفر من الخمس ترغيفه يوفر تتحول له نقط اخر الشهر يستبدلها سلح تموينيه. فالنهارده المنيا في عروس الصعيد، فعلا النهارده بنقول عروسه المنظومه ان شاء الله بالكامل. رايي في المنظومه جديده والله، هي حلوه مش وحشه، بس في النهايه مثلا موظف ورايا شغل، طب ازاي هاجي في الصبح من هنا؟ بس دي المشكله في كده. انا كصاحب مخبز احنا تعبانين مش مرتاحين. تعبانين ان انا مثلا قاعد واقف كده المخبز شغال، اشتغل شويه واقف شويه، اشتغل شويه واقف شويه عشان امشي الناس كلها عايزه تمشي. وبعدين المشكله كده المفروض يبقى في نظام يعني كده شويه. يعني الكارت ده عامل ازمه، الكارت عامل ازمه، المفروض يجي بتوع التريسكلات زي زمان، كل واحد يتكلم في منطقه ياخد ان كان 100 كارت 200 كارت 150 كارت، يجي صاحب المخبز يجي يستلمهم من الجهاز وبياخدهم في التريسكل يوزعهم للناس. أربع سنين. ماشي يا كبير. يا عم سعيد.